الكلام. فمن قال بعد البلاغ وبعد الدعوة وبعد البيان لا لن يدخل هذا الدين، نقول له لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. نقول قول الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نقول قول ربنا جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. جميل، بعد الدعوة وبعد البلاغ وبعد البيان، لكن إن دخل دين الله برغبته واختياره وإرادته فليس من حقه أن يخرج من دين الله في الوقت الذي يشاء ليزلزل قواعد المجتمع المسلم زلزلة، لا ليس من حقه على الإطلاق. لكن من حقه بعد البلاغ أن يقول: أنا سأدخل هذا الدين أو لن أدخل هذا الدين. أما أن يدخل ليخرج منه في الوقت الذي يشاء، لا، هذا أمر مرفوض في دين الله جل وعلا. وأتوني بدستور على وجه الأرض يقر هذا لأهله، بل إن من يخرج على دستور دولة من الدول يتهم بالخيانة العظمى. والخيانة العظمى كلنا يعرف جزاءها: القتل. فما ظنك بمن يخون دين الله جل وعلا، بمن يخون الله ورسوله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الشاهد أن من ارتكب كبيرة من هذه الكبائر رفع منه الإيمان، خرج منه الإيمان، كما قال ابن عباس حين سأله عكرمة: كيف أخرج من الإيمان؟ قال: هكذا، وأدخل ابن عباس أصابعه هكذا، ثم قال: يخرج منه الإيمان هكذا، فإن عاد إلى الله عز وجل وتاب عاد إليه الإيمان هكذا. ماذا قال أبو هريرة؟ قال: إن ارتكب كبيرة من هذه الكبائر وعلى رأسها القتل كما ذكرت الآن بعد الشرك، يخرج منه الإيمان هكذا. ووضع أبو هريرة رضي الله عنه يده على رأسه كالظلة، خرج منه الإيمان هكذا فيصور فوقه كالظلة، فإن تاب إلى الله عز وجل وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. وفي رواية أخرى خلع قميصه وقال: يخرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب إلى الله وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، ولبس قميصه مرة ثانية. فالقتل أيها الأفاضل أبشع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد الشرك بالله، بعد الشرك بالله. وددت أن لو تحدثت طيلة وقت الحلقة عن هذه الكبيرة التي جعلها المصطفى الصادق علامة من علامات الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وفي روايته الأخرى الجميلة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. بسرعة، لأن الوقت والله يحتاج إلى شهور طويلة، شهور طويلة، وأنا أتحدث عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، وبعد ذلك عن مراحل الساعة، لا يحتاج إلى شهر رمضان فحسب، بل يحتاج إلى شهور طويلة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. من العلامات الخطيرة التي ظهرت وانتشرت كثرة الزنا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تكلم عن دي كمان، ذكر أن انتشار الزنا من علامات الساعة. نعم، يا رب استر نساءنا وبناتنا، اللهم احفظ أولادنا وأصلح شبابنا وحصن فروجنا يا أرحم الراحمين. الزنا، يا الله
جريمة صعبة جدا وكبيرة تخلع القلب. الشرف عرض الإنسانية، العرض شرف الإنسانية المتوارث، العرض شرف الإنسانية المتوارث، انتهاك هذا العرض أمر فظيع. ماذا قال النبي ابتداء حتى لا ننسى، ماذا قال النبي ابتداء في أن الزنا علامة من علامات الساعة؟ روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وفي رواية في صحيح مسلم ويفشو الزنا، وفي رواية في صحيح البخاري ويكثر الزنا. لقد كثر الزنا، والله لقد أعددت لحضراتكم دراسة وكنت قد كنت أود أن أقرأ على حضراتكم الآن إحصائية وقفت عليها تبين حجم جريمة الزنا على وجه الأرض في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض البلدان الإسلامية. والله ما منعني أن أقرأ على حضراتكم هذه الدراسة وهذه الإحصائية إلا أنني خشيت أن أصدع قلوبكم في هذه الليلة الكريمة المباركة، والله ما منعني إلا ذلك، وإلا فهي أمام عيني وبين يدي في أوراقي. وأظن أن كثيرا من إخواننا ممن يطالعون مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت يعلمون جيدا خطر هذه الإحصائيات وحجمها. أمر بشع خطير، الزنا يا أخي، يا أخي لقد صور الزنا، صورت أفلام الزنا يا أخي، نقلت أفلام الزنا إلى كثير من بيوت المسلمين، وصار كثير من الناس يقيمون الليل لا مع الله جل وعلا ولا مع الصلاة ولا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل مع هذه الأفلام الداعرة، مع الزنا، يقيم الليل مع الزنا. لا أنسى حجم الاتصالات الهائلة ولا حجم الأسئلة الرهيبة التي تأتي لتسأل كل ساعة عن هذا الوباء الذي خرب كثيرا من البيوت. انصرف كثير من الأزواج عن نسائهم بسبب أفلام الزنا التي صورت ونقلت إلى البيوت، بسبب هذه المجلات التي صورت الزنا في مواضعه أو أوضاعه المختلفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أمر يقلع القلب. الزنا جريمة بشعة، المرأة إن زنت، اللهم استر نساءنا وبناتنا وأخواتنا يا رب، إن زنت المرأة إن كانت بنتا وضعت رأس والدها ورأس أمها ورأس إخوانها ورأس عائلتها في الوحل والطين والتراب. فإن حملت البنت وخافت على ولدها وقتلت، خافت على ولدها من الزنا وقتلت، ارتكبت كبيرتين من أبشع الكبائر.